بس معانا الاستاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ طارق، صباح الخير في البدايه والف مبروك، وبجد خلينا نقول مجهود، ويعني في دور كبير جدا لمجلس الاداره، لازم نحيي حضراتكم عليه. صباح الخير نهاوند هانم، وتحياتي للاستاذ كريم والكابتن احمد فوزي. صباح الفل يا استاذ. صباح الخير، مبروك لكل الاهلاويه. الحمد لله بفضل ربنا، ده موسم صعب جدا، موسم استثنائي، موسم فيه كورونا، موسم فيه توقفات كتيرة جدا، موسم فيه تغيير مدير فني في توقيت يعني ما كانش بإرادتك، في نفس الوقت أدار الملف باقتدار وبحرفية تامة كابتن محمود مع لجنة التخطيط بالنادي. كل الظروف دي كلها الحمد لله إنها تسفر عن التتويج بالثلاثية. صحيح. ده فضل وكرم كبير قوي من عند ربنا، والحمد لله فضل ربنا ده لكم التعب والمجهود اللي كل اللي بذل جوه النادي من اصغر واحد لغايه رئيس. مظبوط جدا، ويمكن لسه كنا بنقول النقطة دي يا أستاذ طارق، يعني كمان مش فكر بس موسم صعب أو يعني بطولة صعبة أو بطولات صعبة، ده في بطولتين في أسبوع، ففي ضغط كبير جدا كمان على اللعيبة. ولكن بنتكلم عن إدارة النادي، مجلس الإدارة بالجهاز الفني، حتى الجمهور بصراحة كله كان بيحاول على قد ما يقدر إن هو يخلي اللاعب في الآخر في حالة جيدة، وكمان نفسيا. هنا بنتكلم ولسه بنتكلم مع كابتن أحمد على الجزء النفسي كمان مع موسيماني، إزاي فرق في اداء اللعيبه بشكل كبير. طبعا بشكل كبير، وزي ما احنا شايفين هو طبعا المباراه اللي هي البطوله اللي ما نقفش واحد سواء سوبر او غيره او نهائي بطوله افريقيا، الاهم هو ان ازاي اللي يبقى شخصيه البطل، وانك ازاي تجيب تكسب الماتش يعني. صح. فبرفع القبعه لكل اللاعبين وللجهاز الفني بقياده مستر موسيماني، وطبعا للقدير كابتن محمود الخطيب على توليه اداره الملف الصعب ده. كل الظروف كانت صعبة جدا. صح. كنادي أهلي تعرضت لما لم يتعرض له مجلس إدارة على مدار تاريخ النادي في الفترات الأخيرة كلها. صحيح. وربنا صحيح. كان كريم وكان فضله كبير جدا 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 علينا في الموسم الصعب ده وفي الفترات الصعبة اللي تم مواجهتها. ففي الحالات زي كده احنا بنفرح في النهاية كجمهور النادي الأهلي بالتتويج وبنصر ربنا، وانك بتحصل على الثلاثيه وقدام، وبنحترم المنافسين كلهم. طبعا طلع الجيش لعب ماتش كويس جدا، الزمالك لما قابلنا لعب ماتش كويس جدا، وفي النهايه ربنا سبحانه وتعالى كان كريم معانا وتوجنا بالنصر اللي يسعد الجماهير العظيمه اللي تستحق اكثر واكثر. صحيح، وبتفق مع حضرتك، اعتقد انا وكريم وكابتن احمد وكل الناس اللي بتسمعنا في النقطه الخاصه كمان بكابتن محمود الخطيب وكم الهجوم اللي كان موجود، ولكن احنا دايما بنتكلم ان سياستنا وسياسه الخطيب الرد على الارض، ويمكن الرد اعتقد ان هو وصل. نشكرك جدا. نشكرك جدا استاذ طارق قنديل، شكرا لحضرتك.